السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الحاجات اللي بتساعد على الشغل ونعرف الحاجة دي موجودة فين اللي هو الفيو بوينت. دلوقتي مثلا لو عندي أي عنصر موجود هنا موجود في الحصر، أول ما بتعمل عليه سيلكت هو بيجيب لي موجود فين في سيلكشن تري. على سبيل المثال مثلا دوت هيبدأ يجيب العنصر ده. طيب العنصر ده أجي هنا أقول له فوكس أون أيتم، يروح عامل زوم على العنصر دوت. أقدر أرجع العنصر ده وأقول له أنا عايز يتعمل له فيو بوينت هنا، من هنا أضيف له فيو بوينت. فلو انا دلوقتي في اي حته في المشروع وعايز اشوف العنصر دوت بقول له انا عايز اروح للفيو بوينت، فيجيب لي الفيو بوينت بتاع العنصر دوت.